بالظبط، هي المحاضرة الرابعة فعلا هتبقى تطبيقات على السجلات. تمام، احنا خدنا على فكرة تطبيق يوم واحد بس، اللي هو كان يوم واحد واحد. تمام، خدنا تطبيق واحد فقط اللي هو اليوم واحد واحد اللي هي الافتتاحي لو فاكرين، وسجلنا في اليومية العامة والأستاذ المساعد وأستاذ مساعد العملاء والموردين، أيوة، والأستاذ العام، وبعد كده عرضنا الدليل المحاسبي ازاي نظامه لو تفكرين، اللي هو الدليل المحاسبي، النظام اللي احنا مشينا عليه، وعرضنا تقريبا جميع الاصول والالتزامات اخر مره، وبعد كده بقى الكورس توقف ونرجع بقى نكمل تاني. فالنهارده هناخد اليوم الثاني او الشهر الثاني في المنشاه بتاعتنا. ايوه، لو تلاحظوا المنشاه بتاعتنا كانت مستحضرات تجميل، بداية من الجزء العملي اللي بعد محاضرة النهاردة، التطبيقات اللي بعد محاضرة النهاردة هنبتدي، هيدخل معانا شريك، فهنقلب كده من منشأة فردية لشركات أشخاص. ده بداية من التطبيق العملي اللي بعد ده بإذن الله هيدخل معانا شريك، عشان نشوف بقى الحسابات الخاصة بالشركاء. طيب، ولسه في ده ملاك المحاضره الجايه واللي بعدها اللي هي الخمسه والسته. الخمسه والسته ملاك هيبقوا هنمسك العمليات الماليه، هنوقف، انت عارفه ان احنا ايه يعني بناخد مثلا كده يومين تطبيقات على الدفاتر، وبعد كده مثلا ناخد محاضره او محاضرتين يبقى نظام شرح اكاديمي عشان نفهم، بعد كده نروح نطبق الكلام ده. فالمره دي احنا هنطبق اهو على الدفاتر والمستندات، الشغل مهني. محاضرة خمسة وستة هنستعرض جميع العمليات المالية اللي ممكن تحصل، شكل كده مسائل قيود يومية عشان تلم بيها عشان لما نرجع نطبق مشكلة العمليات المالية، وهنزل لكم ماتيريال لجميع العمليات المالية. خلينا احنا ماشيين بس واحدة واحدة. هو احنا حاليا هنشتغل اللي هو التطبيق، هو اساس الكورس يا جماعه، اللي هو التطبيق اللي هو زي النهارده ده الاساس. يجي ايام بخرج عن الموضوع ده واشرح شرح كده اللي هو عادي، ونظام مسائل وشرح عمليات كده ونظام اكاديمي عادي، ده لازم عشان احنا نفهم، بس ده مش ده الاساسي. الاساسي اللي هو التطبيقات. طيب يا جماعه، انا جالي كمحاسب المستندات الاصليه دي، هي ايه؟ فاتورة مشتريات رقم 60. طيب، هي فاتورة المشتريات دي جاية منين؟ جاية من الشركة اللي احنا اشترينا منها، يعني المستند ده مستند اصل خارجي مش داخلي من شركتنا، صح؟ يعني الترقيم ال 60 ده ترقيم اللي هي الشركة الدولية اللي احنا اشترينا منها، للعلم شركتنا اللي هي اسمها شركة الطواشي لمستحضرات التجميل، دي الشركة اللي احنا بنعمل عنها الحسابات. طيب، دي فاتورة مشتريات يوم الأربعاء 2/2. شوف كده، نقرأ فاتورة المشتريات. المشتريات كريم بكة، عدد القطعة 24 ألف، سعر القطعة جنيه. طيب، ده كده بالقطعة، ادي 24 ألف قطعة وسعر القطعة بـ10 جنيه، يبقى الإجمالي السعر الإجمالي اللي هو 240 ألف جنيه. طيب، لو انا هتعامل بالدسته هم 2000 دسته، سعر الدسته 120، يعني عندي ده كده قص بسعر الدسته، دسته 12 قطعه، دسته العدد عدد الدست والسعر الافراد الدسته الواحده. بعد كده ده بالنسبه للقطع، اسم الصنف، القطع 24000 قطعه، سعر القطعه اجمالي كله 240. دي شكل كده فاتوره مشتريات، ادي الاجمالي 240 ألف جنيه المطلوب من الطواشي. واضح ان احنا اللي اشترينا طبعا، ان مطلوب من شركتنا احنا، توقيع المندوب ده اللي ايه طلع لنا المشتريات. طيب، يبقى دي اول حاجه جات لي فاتوره مشتريات. احنا طبعا بنقوم نقرا المستندات الاصليه بسرعه ونبتدي بقى نحلها في قيود يوميه. بعد كده لقيت فاتوره مشتريات تانية، عرفت منين انها فاتوره؟ اولا لوجو شركة السلام لتجارة مستحضرات التجميل، دي شركة تانية، واضح، ايوه، فاتورة مشتريات رقم 46. طيب، نفس الكلام،
هات بس ده زيت شعر سيلفر 16 60,000 قطعة بجنيه ونص، سما بودرة مائية 12,000 قطعة ب 6 جنيه، وادي الإجمالي بتاعهم طلع المبلغ 96,000 المطلوب من شركة الطواشي والمندوب اللي بعلنا. أنا دلوقتي جالي فاتورتين مشتريات، طيب تعال نشوف ده. طبعا المستندات الأصلية دي ترجمة عن عمليات مالية حدثت، ما ينفعش عملية تحصل إلا لما تترجم في مستندات أصل. طب اقرأ بقى كده بقى، الطواشي المستحضرات التجميل ولوازم الصيدليات، اللوجو بتاع شركتنا ده معناه إن ده مستند أصلي داخلي من عندنا إحنا في الشركة، صح كده؟ إذن صرف نقدية رقم واحد، أو التسلسل بتاعنا إحنا بقى. على طول ده يعرفني إن الخزن هتيجي دائم، صح ولا لأ؟ ها الناس معايا؟ الخزنة كده تيجي دائم؟ طرف من من طرف القيد الخزنة على طول هتيجي دائم، صح؟ صرف نقدية، يعني الخزنة قل. طيب، تحريرًا في 2-2 إدارة سيد رمضان، يصرف إلى السيد الشركة الدولية اللي إحنا اشترينا منها. الشركة الدولية كنا اشترينا منها في فاتورة المشتريات 240,000. مبلغ وقدره 120,000 جنيه فقط لا غير، وذلك تحت حساب قيمة فاتورة المشتريات رقم 60. واضح إن سند الصرف ده متعلق بإيه؟ فاتورة المشتريات اللي هي رقم 60. تمام. أدي فاتورة المشتريات رقم 60 120، بس دفعنا منها 120,000 جنيه بس. الإجمالي 120,000 جنيه. طيب طالب الصرف، إدارة الحسابات، ده مسؤول الحسابات، توقيع المستلم اللي هو الشركة الدولية اللي خدت مننا الفلوس، ادينا لها الفلوس، مدير الإدارة بتاع شركتنا، المراجعة لشركتنا، وده توقيع أيضا المستلم. طيب واضح كده شكل إذن الصرف، إذن صرف نقدية عامل ازاي؟ حد عايز يسأل في حاجة؟ طيب ما تيجي كده نعمله عن الجزء اللي فات ده. واضح إن في فاتورة مشتريات اشتريناها اللي هي رقم 60. هنرجع كده نشوف، أهي دي فاتورة المشتريات رقم 60 صح؟ واللي مرفق معاها سند صرف. يعني دي مرفق معاها سند الصرف. طيب هي المشتريات دي كلها بكام؟ ب 240,000 جنيه. يعني هقول ايه يا جماعه؟ هقول من حساب المشتريات ب 240,000 جنيه، صح؟ صح ولا حد عنده رأي تاني؟ بص هتبقى من حساب المشتريات، انا جبت الاول طرف اهو ب 240,000 جنيه، استنى بقى. ومعاها سند صرف بكام؟ ب 120,000. يبقى إلى حساب الخزينة ب 120,000 جنيه، وهيبقى إلى حساب الشركة الدولية بالباقي. تمام؟ أهو تعالى اكتبها. بص أنت على طول تقوم في دفتر مسودة، دي كده مسودة ليا. أيوه دي مسودة بكتب فيها، بعد كده هبقى أنقل في الدفاتر بقى. طيب. صح كده؟ يبقى ده قيد، ده القيد الاولاني اهو، من حساب فاتوره من حساب المشتريات الفاتوره رقم 60 ب 240,000 جنيه الى حساب الخزينه المصرف واحد ب 120,000 جنيه، والى حساب الدوليه بالباقي اللي هي ال 120,000 جنيه. طيب كده خلاص احنا ترجمنا المستند ده وترجمنا اللي هو اذن الصرف. طب ما تيجي نشوف فاتوره المشتريات دي من شركة السلام، فاتورة مشتريات بمبلغ كام؟ 96,000 جنيه. والله مش جاي معاها إذن صرف. يبقى كده من حساب المشتريات فاتورة رقم 46 ب 96,000 جنيه إلى حساب شركة السلام. ها حد عنده رأي تاني؟
مش الدولية بقى دي السلام. ايه قرارات تجميل الدولية خلصنا منها. تمام، طب تعالى نكتب القيود عشان في الاخر اصلا على فكرة هنجمع القيود دي، هقول لكم ازاي، بس احنا بنكتبها دلوقتي في مسودة كده واحدة واحدة مع نفسنا. طيب يبقى كده القيد من حساب المشتريات فاتورة رقم 46 إلى حساب السلام اللي هم الدائنون بالمبلغ الباقي. مشتريات مصروفات في قائمة الدخل. بص الحسابات كلها في الميزانية إلا المصروفات والإيرادات في قائمة الدخل. طيب كده احنا سجلنا الفاتورة الأولى رقم 60 وسجلنا الفاتورة الثانية وترجمنا برضو سند الصرف. طب تعالى نشوف دي. طيب دي فاتورة مبيعات، اه طبعا اللوجو بتاع شركتنا احنا كده، اللوجو بتاع شركتنا احنا شركة التواصل. فاتورة رقم واحد ده مستند داخلي بقى من عندنا احنا اللي مطلعينه يوم 2/2. جميل. المطلوب من السيد الشركة الدولية، خلي بالك الشركة الدولية ده كان مورد ولا كان عميل؟ ها الشركة الدولية مش احنا اشترينا منه؟ احنا اشترينا منه وكان بص كده على القيود اللي احنا كتبناها اهو، الدولية دائنون بالباقي، ده الراجل كان له 120 ألف جنيه، ده مورد. ينفع ابيع لمورد؟ اه عادي، ويبقى عليه فلوس كمان وتدخل ده. لا ما يتقلبش بقى عميل هو، شوف انت مسجله عندك ايه يا استاذ عبد الله؟ انا بسجله مورد بيفضل اسمه او بيفضل مسجل في دفتر استاذ مساعد الموردين خلاص. بس اه ماشي ممكن يجي مدين او ممكن ابيع له مفيش مشكله، بس يفضل اسمه مورد زي ما هو، والمورد ممكن يجي حسابه مدين على فكره يعني بالسالب زي ما ده هيحصل النهارده. تعال نشوف كده ايه اللي حصل، بس الراجل اللي هو المورد ده هنبيع له ازاي؟ الراجل المورد ده هنبيع له بضاعة بكام؟ ب 165,000 جنيه. اه يعني دلوقتي القيد بتاعنا ايه بقى؟ هيبقى من حساب الراجل اللي عليه فلوس اللي هو الشركة الدولية المورد. مورد هيجي مدين مفيش مشكلة. يبقى من حساب الشركة الدولية دائنون أو الموردين إلى حساب المبيعات أبلغ 165,000 جنيه، صح ولا لأ؟ بس استنى لما نشوف فيه سند قبض ولا لأ؟ ده فيه سند قبض أهو. طب ما تيجي نشوف. سند قبض يا جماعة، يعني إحنا قبضنا فلوس. بس واضح إن ده من الهدى. يعني مش تبع الفاتورة أهو. ده مش تبع الفاتورة، خلاص. يبقى إحنا القيد بتاع ده هيبقى ايه؟ دي مش جاي معاها سندات قبض ولا اي حاجه، هيبقى من حساب الشركه الدوليه مورد، وتكتب مورد هو مورد بس بعنا له، ايه المشكله؟ ما تكتبش عميل، ده مش عميل، لان كده كده هيروح يسجل في دفتر استاذ، لا اما دفتر استاذ مساعد العملاء او الموردين. طب ده هنسجله فين؟ اساسه ايه؟ هو اساسه مورد. ودي برضو نعرفها يا جماعه من الواقع العملي، خلينا احنا دلوقتي بنتكلم في واقع مهني. هي الشركة الدولية دي أصلا دايما إحنا بنشتري منها بضاعة، تبقى مورد ولا عميل؟ هي دايما بتنزل لنا بضاعة بالجملة، تبقى مورد خلاص. بس إحنا كان علينا ليهم 120,000 فبعنا لهم بضاعة تانية، بعنا لهم بضاعة ب 165,000، دخل دي في دي. ها قول لي دلوقتي، هو كان ليهم عندنا 120,000 ودلوقتي بقى عليهم 165,000، بقى مين اللي عليه فلوس دلوقتي؟ هما اتقلبوا بقوا عليهم فلوس.
هم اللي عليهم يا جماعة. هم كان ليهم كام عندنا من فاتورة المشتريات اللي فاتت؟ مش كان ليهم عندنا 120 ألف لسه باقيين؟ طيب هم ليهم 120 ألف ودلوقتي بقى عليهم 165. واحد له عندنا 120 ألف وعليه 165، فرح الاتنين من بعض، هيطلع هو عليهم فلوس بالباقي. بالظبط طلع تقريبا اللي هو 45. طيب بس الدولية هسجله فين؟ في أستاذ أستاذ مساعد الموردين. طب هيطلع حسابه ازاي بقى؟ هيطلع حسابه بالسالب زي ما احنا هنشوف. مفيش مرتجعات، ده ما حصلش اي مرتجعات دلوقتي. الفكره ان انا اشتريت منه بضاعه. انا بصوا يا جماعه، احنا اشترينا من الدوليه دي بضاعه وكان لسه علينا ليهم فلوس، بدل ما نسدد الفلوس دي رحنا بعنا لهم بضاعه تانية ودخل ده في ده، سددنا ببضاعه. بالظبط، بس احنا سددنا مبلغ اكبر من المبلغ اللي ليهم، فعشان كده هم الدولية كمورد بقى عليه فلوس. بالظبط، بس يفضلوا مسجلين في دفتر استاذ الموردين، لان دي حاجة عكس الطبيعة بتاعته. طيب طب انا نسجل يلا الفاتوره دي كده، هتبقى من حساب الشركه الدوليه موردين فاتوره رقم واحد الى حساب المبيعات ب 165,000 جنيه. ده القيد عادي خالص، ده احنا اول مره قلنا القيد ده اهو، القيد اهو صح ولا لا؟ اهو يا جماعه القيد، الدولية عليه فلوس من حساب الدولية بس مورد، لسه اسمه مورد ومش هيتقلب يعني عشان طلع عليه فلوس خلاص هقلبه عميل. الحاجة بتتسجل في الدفاتر لا اما مورد لا اما عميل على حسب طبيعته. قلت لكم الدولية ده دايما بيورد لنا بضاعة، هو مورد وهيطلع عليه فلوس مفيش مشكلة مفيش. وانا قبضت منه حاجة يا استاذ محمود؟ بص القيد ده، ما هو عشان مفيش سند اب العملية اجل اهو، مفيش خزنة خالص عندي. من حساب الدولية إلى حساب المبيعات فاتورة رقم واحد. حد عنده استفسار لغاية هنا؟ بتاع السداد لسه مش لما نشوف، واحنا ماشيين اهي المستندات واحدة واحدة لغاية دلوقتي ما بينيش أي سداد. ولا أنت قصدك سداد على إيه؟ بتاع المبيعات يعني؟ لسه ما نعرفش، احنا لسه بنقرا المستندات واحده واحده. لغايه دلوقتي كل اللي احنا قريناه ان في فاتوره مبيعات ومش معاها اي سندات اب، فتبقى خلاص عمليه اجل اهي. بس لما نمشي نشوف واحده واحده دلوقتي ايه اللي هيحصل. ماشي، هم عليهم فلوس، هم هو دلوقتي انا جبت لك اي مستند قلت لك ان هم سددوا، هما ما سددوش لسه. لما يجي لي مستند ساعتها هنشوف موضوع السداد. طيب طبعا انت وانت شغال بتتاكد من ان كل مستند انت خلاص ترجمته لقيود يوميه. فده مثلا فاتوره المبيعات خلاص ترجمناها. طب تعالى هنا، ده سند قبض يعني الخزنه مدينه على طول، بس من مين بقى سند القبض ده؟ من محلات الهدى. الهدى ده بقى كان عميل ولا كان مورد؟ طبعا انت اللي فاكر بقى لان انت محاسب وشغال في الدفاتر. طبعا الهدى ده كان ايه؟ كان عميل، كان راجل عليه فلوس اساسا، وهتلاقيه عندك من تطبيقات المحاضره اللي هي اللي كان فيها تطبيقات عمل الشهر واحد. كان الهدى اصلا كان قيد افتتاحي كان عليه 70,000 جنيه، سددهم. هيبقى القيد دلوقتي ايه يا جماعه؟ هيبقى من حساب الخزينة 70,000 إلى حساب العملاء 70,000.
كله كده متفق معايا على القيد ده، خزنة زادت وجات مدين، والعميل أصلا مدين وحسابه هنا قل عشان سدد، فجه في الدائن. طيب اقرأ كده المستند ده، يقول لي إيصال استلام نقدية سند أب، رقم تسلسل المستند تحريرا في 2/2، استلمنا من السادة محلات الهدى مبلغ وقدره 70,000 جنيه لازم فقط لا غير، نقدا بتاريخ 2/2 مسحوب على بنك، لا سيبك من كلمة مسحوب على بنك ده، وذلك قيمة المبلغ المستحق عليه، أو لو كان عن فاتورة مبيعات كان هيقول لي وذلك قيمة فاتورة المبيعات رقم 1 مثلا. أمين الخزينة أنا أهو، أنا ترقيته وبقيت أمين الخزينة. ما كتبتش المبلغ ازاي؟ اه كان المفروض يتكتب هنا صحيح 70,000 جنيه، كتب كده بالارقام، يعني كتب هنا بالارقام وهو كده كده مكتوب كجملة اهو هنا. طيب خلاص نعمل القيد ده نترجمه ونشوف، او شوف انت احنا دلوقتي تطبيقات عملية ايه على فكرة، العمليات دي يعني عمليات واقعية حصلت بجد، يعني قلت لكم ان الشركه دي اصلا انا كنت اشتغلت فيها فعلا، هي شركه تواصل مستحضرات تجميل، وجايب لكم العمليات اللي كانت معظم اللي قابلني. رقم مسلسل للمستند، يعني كل مستند احنا ماشيين برقم مسلسل ازاي؟ المبيعات فاتوره رقم 1، لو بعت بضاعه تانية فاتوره رقم 2، فاتوره 3، فاتوره 4، المبيعات ليها مسلسل، سندات الاب ليها مسلسل من 1 وانت طالع، بقى سندات الصرف ليها مسلسل كده. طيب قلنا هيبقى من حساب صح كده، يبقى من حساب الخزينة سند قبض رقم 1 إلى حساب الهدى العملاء الـ70,000. تمام. طيب تعال نشوف الموضوع ده بقى، بصي انا دلوقتي احنا دلوقتي بنكتب القيد في مسودة ورقة بره كده، بعد كده شوف انا هكتبه ازاي بقى لما انقل لدفتر اليومية، انا لسه ما كتبتش في اليومية، انا بترجم بس المستندات كده للقيود في مسودة بره. لكل مستند يعني ان لكل مستند له تسلسل خاص بيه، ايوه ان شاء الله لما نوصل لدفتر يومية دلوقتي هتشوف هنسجل ازاي. تعال نقرا ده، اذن صرف نقديه رقم 2 تحريرا في 2/2 اداره سيد رمضان، يصرف الى السيد شركة السلام لتجارة مستحضرات التجميل. اه احنا كنا عملناها كلها آجل صح؟ هنروح نصلحها بقى. 90,000 جنيه جزء من فاتورة المشتريات رقم 46. طب احنا كنا عملنا ايه مع السلام؟ كنا سجلناها كلها آجل صح؟ نصلحها. تعالى كده ابص القيد ده. بص يا سيدي القيد ده. من حساب المشتريات فاتورة رقم 46 بكام؟ 96,000 جنيه إلى حساب السلام دائنون؟ لا مش ب 96. ليه بقى؟ وإحنا سددنا كام؟ سددنا دلوقتي بسنة صرف 90,000 صح؟
بقى دلوقتي سددنا ب 90,000، وباقي على السلام، باقي للسلام اسف 6000 جنيه، صح كده ولا لا؟ اهو عشان كده انا بكتب في المسود ده الاول يا جماعه، بكتب كده في المسود ده الاول عشان بمسك مستند مستند بقعد اترجمه. فانا لما شفت فاتوره المشتريات الاولانيه دي ما لقيتش معاها سند صرف، كان سند صرف في الاخر، فترجمت فاتوره المشتريات كلها اجل، فجيت بعد كده لقيت سند صرف خاص بفاتوره المشتريات. مين اللي بيعرفني؟ التسلسل. يعني هو كاتب لي في سند الصرف ان سند الصرف ده خاص بالفاتوره رقم كذا. عشان كده التسلسلات مهمه جدا. يبقى من حساب المشتريات فاتوره 46 96,000 الى حساب السلام ب 6000 جنيه، والخزينه اللي هي بسند صرف 2 ب 90,000 جنيه. تمام. طب تعالى نشوف ده فاتورة مبيعات تاني. فاتورة مبيعات اهي، شوف رقم 2، شوف التسلسل. مش احنا كنا عملنا فاتورة مبيعات 1، دي كده فاتورة مبيعات 2 ماشي بتسلسل المبيعات تحريرا في 2/2. المطلوب من سيد رمضان الطواشي، على فكرة ده صاحب الشركة، واخد بالك ان ده صاحب الشركة. يعني دي ايه؟ هنبيع لصاحب الشركة، هنخليه عميل. مسحوبات. بالظبط كده. دي هتبقى مسحوبات. بعت بضاعة لصاحب الشركة. المسحوبات مدين، يبقى من حساب المسحوبات إلى حساب المبيعات. كأني بعت بضاعة لأي عميل، بس بتتكتب مسحوبات. أهو بكام؟ بال 150 جنيه، خلص. اكيد طبعا عملنا سحب على حسابه الشخصي، ما مش اسمه مكتوب على الفاتوره، بعتله بضاعه. يبقى دلوقتي من حساب المسحوبات صح كده؟ يبقى من حساب المسحوبات إلى حساب المبيعات. هنبقى نشوفها تاني بقى، هي هتبقى إلى حساب المشتريات لو بتدفع. طب تعالى نشوف ده. ده اذن صرف رقم 3. طبعا ماشي اذون الصرف، يعني كان في قبل كده اذنين صرف قبل 1 و2. اداره سيد رمضان، يصرف الى السيد مين؟ اقرا تاني وانتبه. يصرف الى السيد رمضان، يعني صاحب الشركه، اخذ فلوس، يبقى مسحوبات شخصيه، مبلغ وقدره 7000 جنيه، وذلك تحت حساب قيمة، أهو حتى أنا موضحها، مسحوباته الشخصية، مصروفات دراسية لابنه مثلا 7000 جنيه. يبقى من حساب المسحوبات إلى حساب الخزينة، من حساب المسحوبات لحساب الحاجة اللي سحبها. تقريبا كده احنا خلصنا القيود بتاعت النهاردة بقى. طيب ينفع، طب ما تيجي نكمل على القيد ده، يعني هنا هخليها ب 7150، وهتبقى المبيعات ب 150، وهيبقى الى حساب الخزينه ب 7000. صح كده ولا حد عنده كلام تاني؟
اهو هيبقى من حساب المسحوبات ب 7150، الى حساب المبيعات ب 150 جنيه، والى حساب الخزنه ب 7000 جنيه. اعتقد كده خلصنا. امسك، شايف احنا عملنا ايه؟ مسكنا المستندات واحده واحده. خلاص. طب المفروض دلوقتي نعمل ايه؟ لا، قبل ما ننقل للدفاتر، المستند الاصلي الام اسمه سند قيد يوميه، وده عامل زي دفتر يوميه بالظبط، بس ورقه عباره عن مستند، ويقوم متدبس مع كل المستندات. يعني انا اجيب المستندات دي كده كلها يا جماعه، واقوم حاططها كده مع بعض، واقوم حاطط على وشهم مستند اسمه سند قيد يوميه. سند قيد اليوميه ده يقوم متدبس مع المستندات دي كده كلها، وقبل ما يتعان اروح انقل القيود اليوميه اللي فيه في دفتر اليوميه. اللي انا عامله يا جماعه اللي فات ده كله ده مسوده، انا لسه لا كتبت لا في دفاتر ولا عملت اي حاجه. يعني انا قاعد مع نفسي كده في المكتب في الحسابات، جايب ورقه فاضيه وترجمت القيود، انا كده ما كتبتش حاجه لسه، عشان انقل القيود من المسوده للدفاتر. بس طبعا الناس اللي كانت معايا من الاول عارفه ان ما ينفعش، انا ما بنقلش على الدفاتر على طول، انا باخد. انا دلوقتي لسه ما كتبتش اي قيود يوميه، انا مترجمها في مسوده. تمام. دلوقتي بقى المفروض اكتب قيود اليوميه فين؟ في دفتر يوميه؟ لا، هكتب قبل ما اكتب في دفتر يوميه بكتب في مستند اصلي اسمه سند قيد. سند القيد بيبقى بالشكل ده. سند قيد يوميه رقم 2، ان دي تاني يوم او تاني شهر، تاريخ 2/2، بص عامل زي دفتر يوميه بالظبط، مدين داين بيان رقم المستند الاصلي اللي هي رقم مثلا الفواتير وسندات القبض والصرف، رقم صفحه اليوميه اللي هنقل ليها اهو. طيب طب تعال نشوف كده احنا هنكتب ازاي فيه. سند سند قيد اليوميه ده فايدته السندات الاصليه دي كلها بترجمها لقيود يوميه واكتبها فيه، وبتقوم الورقه دي سند القيد ده يتدبس مع المستندات الاصليه كلها. ده مش دفتر يوميه، ده سند يعني مستند، يعني ورقه كشف مكتوب فيه قيود ومتدبس مع الفواتير والمستندات الاصليه بتاعته اليوم ده. والمفروض قبل ما اروح اعينه تيجي بقى في دفتر اليوميه. طيب وبعد كده المفروض اعين بقى المستندات الاصليه دي، يعني كل سند قيد باليوم بتاعه بالمستندات بتاعته متدبسين في بعض، يتعانوا فين؟ اعمل عندي في الشغل واسميه سجل المستندات الاصليه. السجل ده يبقى فيه بقى كتير والمستندات الاصليه اللي انا ترجمتها لقيود يوميه، عشان لو حبيت ارجع لها وانا براجع. بتبقى طبعا كل يوم متدبس مع بعضه، وفي وش اليوم كده في اللي هو سند القيد بيبين لي القيود اللي تمت كلها في خلال اليوم. طيب بصوا كده يا جماعه، احنا كنا كتبنا ايه في المسوده عشان ننقلها بقى سند القيد؟ كتبنا المشتريات الى حساب الخزينه والى حساب الدوليه، صح؟ طب اقول لك على حاجه، في هنا قيدين مشتريات هنجمعهم مع بعض ازاي؟ خد المدين مع المدين والدائن مع الدائن. يعني هاخد المشتريات دي مع المشتريات دي واحطهم في المدين باسم المشتريات، واحط في الطرف الدائن الخزينه دي مع الخزينه دي باسم واحد اسمه الى حساب الخزينه، واحط الدوليه واحط السلام. جمع لي كل دول في قيد واحد. بعد كده طبعا ده هيتعمل قيد مبيعات لوحده، وده قيد قبض لوحده، وده قيد المسحوبات لوحده. طيب تعالى نشوف كده اعمل ايه. طبعا كل ده كان مسوده، انا عايز اكتب بقى الكلام ده قيود دي فعلا دلوقتي.
اهو سند القيد اهو. بص يا سيدي، ساب المشتريات اهي، شوف بقى قد كام، جمعت المشتريات بتاعت الدولية والسلام 336 ألف. خلي بالك رقم المستند كام، فاتورة كانت رقم 60 والفاتورة رقم 46، اهو كاتب قدام المشتريات رقم المستندات بتاعتها الى حساب الخزينة. ده كان سند الصرف واحد وسند الصرف اتنين، جمعت الخزينتين مع بعض اللي انا صرفتهم، اديت جزء للدولية وجزء للسلام 210، والى حساب الدولية مورد ب 120 الف، والى حساب السلام مورد ب 6000 اهو. جمعت قيدين المشتريات. طيب تاني قيد كان المبيعات من حساب الدولية مورد ب 165 ألف، لما بعنا للدولية المورد إلى حساب المبيعات ب 165 ألف، وكانت فاتورة المبيعات رقم واحد أهي. بعد كده لما قبضنا من الهدى من حساب الخزينة ب 70 ألف إلى حساب الهدى عميل ب 70 ألف. لو تلاحظ الخزنة كان سند القبض رقم واحد. بعد كده قيد المسحوبات من حساب المسحوبات 7150 الى حساب المبيعات ب 150 جنيه، دي فاتوره رقم 2، والى حساب الخزينه ب 7000 جنيه سنه صرف رقم 3. انا نقلت من المسودة لهنا. دلوقتي بقى اقوم ماسك سند القيد ده دبسه مع المستندات كلها اللي هي الفواتير وسندات القبض والصرف، وتروح بقى ايه عينهم في سجل المستندات الاصليه. قبل ما تعينهم تعال ننقل بقى في دفتر اليومية العامة والأستاذ المساعد بالطريقة الأمريكية. طيب بصوا كده يا جماعة، هنفتكر تاني دفتر اليومية، ده اليومية الأمريكي طبعا، هنشتغل هنترجم بالإنجليزي. ديبت مدين، بكتب هنا اسم الحساب المدين. كريدت دائن، بكتب اسم الحساب الدائن. أماونت، بكتب المبالغ سواء المدينة أو الدائن، أي بيان أنا عايز أكتبه. دوكيمنت نمبر، رقم المستند الأصلي اللي هي الفواتير والسندات. انتري نمبر، رقم القيد. انتري دوكيمنت نمبر، رقم سند القيد او مستند القيد. اكونت نمبر الليجر، رقم الحساب في دفتر الاستاذ العام بقى اللي هروح انقل بعده. ديت التاريخ. طب بعد كده كنا قلنا الامريكي ده كده لغايه هنا، اللي فات ده كله يوميه عامه، ده بقى اسمه استاذ مساعد، يبقوا الدفترين في بعض زي ما احنا قلنا، وهي دي الطريقه الامريكيه. بفتح هنا حسابات استاذ كده سريعه مجمعه للحسابات اللي عندي، ودي تكمله اهو، كل ده عباره اهو عن استاذ. طيب ما تيجي يلا نبتدي. طبعا انت بتنقل من ايه؟ بنقل من هنا. شوف انا نقلت اهو رقم صفحه اليوميه 2، هي دي فعلا كانت الصفحه اللي انا هنقل ليها، اللي هو اللي وريتها لكم بالانجليزي من شويه، دي الصفحه رقم 2، لان في شهر واحد اتعمل اهو. طيب تعالى بص، شايف هنا القيد عشان انا مش اهو اهو، هننقل يا جماعه هننقل بس بالانجليزي اهو. المشتريات اهي، خزنه دوليه السلام، من حساب المشتريات الى حساب الخزنه والدوليه والسلام. طب ما تنقل الكلام ده كله يلا اهو، تعالى هنا من حساب المشتريات صح، المشتريات بورشيسز تيجي في الديبت اهي في المدين، وهيجي لي في كريدت الخزينه كاش بكام، المبلغ بتاعها 210 ألف، والبورشيسز اهي في المدين 336 ألف. بعد كده اي بي اختصار للدائنون، كان في عندي اي بي 20 ألف، ده الدوليه اهو، شوف كتبت اسم المورد في الديتيلز في البيان، واي بي ب 6000 جنيه في الديتيلز السلام.
طيب بعد كده البرشيزز ايه رقم الدوكيمنت نمبر، رقم المستند الاصلي كان 60 و46، فاتوره 60 و46. الكاش الخزينه كان سنه صرف رقم 1 و2. طيب الانتري نمبر رقم القيد او القيد، انا اكتب الانتري دوكيمنت نمبر رقم مستند القيد او رقم سند قيد اليوميه اهو 2 2. الديت 2 2. ها واضح واضح انا نقلتها ازاي يا شباب؟ حد عنده استفسار؟ تمام ماشي تمام. ايوه انا عايزكم محدش يتحرج يا جماعه، اللي عايزنا اعيد تاني او يوقفني مثلا دي ما فهمهاش ولا حاجه يقول لي تاني. طيب تاني، انا بنقل من سند القيد لليوميه العامه، عمليه نقل بس، بس طبعا احنا هنشتغل بالانجليزي فهننقل ونترجم. يعني كان المشتريات في المدينة اهي، ديبت يعني مدينة، يبقى بورشيسز اهي في الديبت من حساب المشتريات بورشيسز. الكريدت طرف الدائن كان فيه كاش الخزنة والاي بي، اي بي اثنين موردين، بكتب الاماونتس اهي المبالغ، واللي يحدد لي اذا كانت الاماونت دي الاماونت دي مدين ولا داين؟ اسم الحساب مكتوب فين؟ اه لو مكتوب في المدين يبقى الاماونت دي، اسم الحساب ده مكتوب في الكريدت في الدائن يبقى الاماونت 210 دي دائن. وبكتب الارقام قدامها. لغايه هنا في مشاكل؟ طيب في البيان عايز اكتب انا بقى اي حاجه توضيحيه، زي مثلا الاي بي ده والاي بي ده، ده مورد وده مورد. والله الايه بين الدوليه طبعا انا جايب الكلام ده بنقله من سند القيد. الايه بي الثاني ده كان السلام. ده بقى اسمه ايه؟ دوكيمنت نمبر، رقم مستند، رقم المستند الاصلي. دوكيمنت يعني المستند او السند، السند الاصلي اللي هي فاتوره المشتريات وفاتوره المبيعات والسندات القبض والصرف. مش شرط يا استاذ محمد، عادي يعني براحتك، عايز تشرح العمليه تكتب هنا، اصل هكتب هنا ايه؟ العمليه مشروحه وواضحه يعني، هكتب هنا مثلا ايه مشتريات، مش شرط يعني. طيب رقم المستند بنقله منين؟ من سند القيد اهو 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 يا جماعه، هي عمليه نقل على فكره. انا شوف انا عملت ايه في كل ده، انت رحت نقلتهم، انا بنقلهم فقط لا غير، كل حاجه في الخانه بتاعتك. انقل المستندات دي كمان، يعني المشتريات بورشيسز اهي كانت الفاتوره رقم 60 و46 اهو، رقم المستند الاصلي 60 46. الخزنه رقم المستند بتاعها كان ايه؟ كان رقم 1 سنه صرف رقم 1 سنه صرف رقم 2 اهو قدام. الكاش الخزينه اجي في الدوكيمنت نمبر رقم المستند الاصلي كتبت 1 شرطة 2، ده معناها ان 1 السند، السند بتاع الخزنة لما تيجي دائن اسمه ايه؟ اسمه على طول معروف طبعا، هو سند الصرف او اذن صرف نقدية، عشان كده ما بكتب هنا ارقام بس على اسمها معروفة طبعا. الكاش جت دائن، الدوكيمنت بتاعها المستند الاصلي بتاعها سند صرف نقدية، انا هنا بكتب ارقام 1 و2. ليه 1 و2؟ ما هو اتصرف من 1 120,000 واتصرف 2 بالباقي. طبعا الكلام ده كله يا جماعه انا نقله. طب وده نقله من سند القيد، طب سند القيد انا نقله منين؟ من المستندات الاصليه نفسها. لو رجعت انت باثر رجعي بقى تلاقي الكلام ده كده كله موجود. انتري نمبر رقم القيد، مش ده اول قيد اكتبه؟ اول قيد اكتبه في اليوميه اهو. رقم 1 انتري دوكيمنت نمبر،
رقم سند القيد، وسند القيد انا نقلت منه رقم 2 اهو، يبقى الانتري دوكمنت نمبر رقم سند القيد 2. اكونت نمبر ان ليدجر، لما اجي ارحل على الاستاذ العام يبقى اكتب بقى انت رحلت البرشيزز فين، صفحه رقم كام او حساب رقم كام، الديت، كل الكلام ده بتاريخ 2/2. طبعا المحاسبه عباره عن مراحل وخطوات، كل مرحله او خطوه بتاخد من اللي قبلها، تعمل كل مرحله صح عشان تنقل على المرحله اللي بعدها صح. طيب اعمل ايه دلوقتي بقى القيد الاولاني؟ طب ما اقول لك بقى تعالى نفتح الاستاذ المساعد. اول حاجه عندي ايه؟ بورشيزز صح، مشتريات، نفتح لها خانه في الاستاذ المساعد اهو، بورشيزز مشتريات. طب البورشيزز المشتريات بص كده يا سيدي، مش كانت جت 336,000 في المدينه؟ قصادها اهو 336,000 في المدينه، فيها مشاكل، ده عمليه نقل بس كده، مالكش دعوه التوتالز ده هنشوفه في الاخر، انا دلوقتي بنقل بس. خلص الكاش. طب ما ايه رايك انا مش هفتح للكاش خانه لوحدها في الاستاذ المساعد، انا عايز خانات اجماليه، اصل كده كده كل حساب من دول زي ما احنا قلنا قبل كده ان بيتفتح لهم صفحه خاصه بيهم في الاستاذ العام، انا هوجع دماغي وامسك حساب كل حساب من دول وافتح له هنا خانه وارجع افتح له تاني في الاستاذ، لا طب ما تخلي الخانات هنا اجماليه. ازاي يعني؟ انا هحط الكاش مع البنك، احط الكاش مع البنك ازاي، واسميها اصول نقديه، وتبقى الاصول النقديه دي شامله الخزنه والبنك، عشان لما يجي كده صاحب الشغل يطلب مني يقول لي هات لي كده ايه السيوله اللي عندنا كده، هات لي النقديه اللي عندنا، عرفني الخزنه والبنك الفلوس اللي عندنا كام، الاثنين على بعض كام، ما اقعدش اجمع بقى، يبقى انا عندي اهو في الاستاذ المساعد على طول كاش اسيت تكون نقديه بمبلغ كذا. لو عايز اعرف الخزنه لوحدها بقى كام والبنك لوحده كام، ترجع للاستاذ العام المرحله اللي بعد دي. اهو انا هحط كاش اسيت، كاش اسيتس، اسيتس يعني اصول، كاش اسيتس اصول نقديه، واقصد هنا الخزنه والبنك الاثنين مع بعض بيتعاملوا في الخانه دي. طيب مش كان الكاش هنا جات لي دائن ب 210,000؟ اهي يا جماعه قدامها هو والله، قمت كتبتها في الكريدت الدائن ب 210,000 بس، انا ماشي قيد قيد لسه. طيب تعالى ايه تاني؟ اي بي، الاثنين اي بي اهم، واحد اي بي يجيب 120 والتاني اي بي يجيب ب 6، بتروح قصادهم كده وبنقلهم. طب انقل افتح حساب بقى اسمه اي بي اهو، اي بي اختصار لاكونت بيبل، اي حاجه بيبل يا جماعه يعني سداد، اي حاجه بيبل اقصد بيها سداد، يعني دائنون، يعني حسابات دائنه، اكونت بيبل الحسابات الدائنه، accounts حسابات payable سداد يعني دائنة، اختصارها دايما AP، يبقى accounts payable دايما هي الحسابات الدائنة، عكسها بقى accounts receivable الحسابات المدينة أو المدينون. طيب accounts payable معنى شامل شوية، creditors دولة الموردين تمام، بس accounts payable كمعنى شامل. طيب اروح انقل، مش كان جالي في الدائن في الكريدت ب 120 ومره جه في الدائن ب 6000؟ اهو يا جماعه شوف انا ماشي قصادهم، قصادهم اهو بايديا، قصادهم قصادهم اهو، 120,000 في الكريدت، 6000 في الكريدت، شكرا اول قيد كده خلص اهو، ده اول قيد سجلته هنا ورحت عملته في الاستاذ المساعد. طب تعالى تاني قيد، تاني قيد اللي هو كان الدوليه جت عميل من حساب الدوليه مورد الى حساب المبيعات صح اهو، طبعا انا بجيب الكلام ده منين يا جماعه، نقل اهو اهو، القيد الثاني اهو من حساب الدوليه مورد الى حساب المبيعات 165 و165، وكان رقم المستند الاصلي للمبيعات واحد،
روح بقى انقل الكلام ده كله. اي بي يعني مورد جه في المدينه اهو، والسيلز جت في الداخل بكام؟ بال 165,000 للاثنين اهو، يعني 105,000 مكتوبه قصاد الاثنين. كنت ممكن اقوم جايب السيلز دي يا جماعه هنا واكتب هنا برضو 165,000، بس ايه لازمتها بقى ما دام ده قيد مفرد كله بيتجاب في سطر واحد؟ يبقى اي بي من حساب الموردين سيلز الى حساب المبيعات ب 165,000 جنيه. كان مين الاي بي ده في الديتيلز؟ طب مش انا قايل لك الدوكيمنت نمبر انا نقله، كانت فاتوره المبيعات رقم واحد اهو، انتري نمبر ده القيد الثاني، انتري دوكيمنت نمبر رقم سند القيد انا كتبته مره واحده بقى مش هقعد اكتبه كل، بس كده خلاص. طب ما تيجي يلا نفتح حساب استاذ، الاي بي مفتوح لها حساب في الاستاذ هنا جه ب 165,000، داين ولا مدين؟ اعرف منين؟ اهو ما تشوف الاي بي، الاي بي جت مدينه اهي، مدين يبقى 165,000 في المدين. شوف اجي اهو عند الاكونتس بيبل كتب 165,000 في المدين. تمام. بعد كده السيلز المبيعات جت في الكريدت في الدائن ب 165,000. اروح بقى دي طبعا الصفحه دي بتبقى ايه قصاد الصفحه الثانيه، فتحت اهو السيلز مبيعات ديبت وكريدت اهي 165,000 في الكريدت في الدائن. ثالث قيد كان اجيبه من سند القيد اهو، من حساب الخزنه سند قبض واحد الى حساب الهدى العملاء 70,000. طب انقل الكلام ده يلا وترجمه اهو، من حساب الخزينه ديبت، خزنه هي جت في الديبت كاش، وجي قدامها اي ار، اي ار العملاء اكونتس ريسيفبل اهو، القيد اهو كان من حساب الخزنه الى حساب العميل، يبقى اهو من حساب الخزنه كاش في الديبت وكريدت اي ار اكونت ريسيفبل بكام؟ بال 70,000. اجي اكتب في الديتيلز اسم الهدى، انا مش قايل لكم ان الكاش دي كانت سند قبض رقم واحد اهو، الدوكيمنت نمبر رقم المستند الاصلي واحد، الانتري نمبر رقم ثلاثه ثالث قيد. الف مبروك. طب نعمل ايه دلوقتي؟ الكاش اهي، الكاش مش جت ب 70,000 في الديبت في المدين، طب ما تروح تنقلها ادي 70,000، روح انقلها في الكاش اسيتس اهو في المدين برضو 70,000. طيب ايه تاني؟ الاي ار، الاي ار دي اللي هي اكونتس ريسيفبل مش مفتوح لها هنا، مفتوح لها حساب هنا في الاستاذ المساعد، ما تروح تحل لها حساب في بقيه الصفحه اهي اكونتس ريسيفبل، حسابات الواجبة التحصيل أو الحسابات المدينة أو المدينون. طيب بكام؟ هي كانت هنا بكام؟ 70,000 في الدائن أهي، لأن الـ AR في الكريدت أهو، رحت نقلت 70,000 في الكريدت في الدائن. آخر قيد withdrawals، طبعا انا عامل اختصار with dr، بس عامل اختصار عشان المكان ما كفاش، هنشوف دلوقتي اللفظ بالكامل. withdrawals اللي هو من حساب المسحوبات اهو، اخر قيد عندي كان ايه؟ من حساب المسحوبات 7150، حساب المبيعات ب 150، والى حساب الخزينه ب 7000. المبيعات كانت فاتوره رقم 2 والخزنه كان سند صرف رقم 3، هو ده الكلام ده، روح انقله اهي من حيث المسحوبات في المدين يعني withdrawals في الديبت،
الى حساب المبيعات في الدائن اهو سيلز في الكريدت بكام؟ ب 150، والويدرولز كلها كانت ب 7150، والى حساب الخزينه ال 7000 في الدائن او كاش 7000 في الدائن. انا مش قايل لك المبيعات، كان الدوكمنت نمبر بتاعها رقم المستند بتاعها فاتوره مبيعات رقم 2، والكاش كان الدوكمنت نمبر بتاعها سنه صرف رقم 3. شكرا. طب اعمل ايه دلوقتي؟ الويدرولز عايز افتح لها حساب، روح الصفحه الثانيه. طيب انا مش هفتح لها هنا الويدرول ليه؟ ويدرولز ما بتحصلش كتير، انا مقدرها كده، فاقوم فاتحها في اخر خانه، في خانه كده اخيره مكتوب فيها اكونت. دي معموله بدل ما اكتب حاجه هنا وتقعد تاخد لي مكان طول الشهر وتاخد لي مكان طول السنه عندي هنا وحاجزه لي مكان وخلاص وما بيحصلش فيها عمليات كتير. هنا الحاجة زي رأس المال، رأس المال مش هيحصل فيه حاجة، ده إلا بقى لو أنا حبيت إن أنا آخد قرار إن أنا أزود رأس المال أو قرار إن أنا أخفض رأس المال، وده فين وفين لما بيحصل. إما غير كده رأس المال ثابت مش بمثل، عشان كده لو أنا هكتب هنا رأس مال زي ما عملناها في شهر واحد، عمليات شهر واحد القيد الافتتاحي، كتبنا الكابيتال رأس المال كتبناه هنا بتاعت الخانة الثابتة. برضه الويدرولز انا كتقدير شخصي قلت انها مش هتحصل كتير، فخليها هنا withdrawals. الترجمه ثواني اكتبها لكم بس. طيب الترجمة اللي مكتوبة دي withdrawals أو withdrawings في كده المسحوبات. طيب مش المسحوبات كانت جاية في المدين ب 7150 أهو ديبت 97، طبعا ده الأكونت اللي بكتب فيه حساب وأقوم واخد دي الخانة دي للأرقام. طب هتقولي طب ما أنا برضو كده خدت خانة، لا أنا كده خدت خانة لكل الحسابات الثابتة، ما هو انا هنا هكتب الويدرولز والكابيتال ومش عارف والمخصصات واي حسنا شايف ان هو ثابت وتبقى ارقامه هنا، يعني الخانه دي هتشيل لي مثلا ايه 6 7 8 حسابات بدل ما كنت عاملهم مفروضين هنا، بقت الخانه الواحده بتشيل لي كذا حساب، وده هيبان لما عملياتنا تكتر. طيب باقي كده ايه اللي لسه ما عملناهوش؟ سيلز ب 150 صح؟ جت في الكريدت في الدائن، طب ما تروح ترحلها اهو سيلز 150 في الكريدت. كاش جاي في الكريدت بكام؟ 7000. روح شوف الخانه بتاعته الكاش اسيتس في الكريدت في الدائن 7000. اعمل ايه دلوقتي بعد ما انا عملت كده؟ اعمل توتال في الديتيلز اهو كده، تيجي التوتال شد تحته خط، جمع لي كل الحسابات بتاعت الاستاذ المساعد المدين والدائن اهو، يعني مثلا بورشيزز اهو توتال بتاع المدينه اهو ومفيش دائن، تعالى الكاش اسيتس بتاعك التوتال بتاع المدينه وهنا مفيش دائن، واسف وهنا 217، تعالى هات لي التوتال بتاع الاكونتس بيبل، جمع لي المدين كله اهو وجمع لي الدائن كله اهو، وكذلك في بقيه الحسابات. وهنشوف ليه بقى بعد كده او هنعمل ايه. طب هل انا دلوقتي ارحل على الاستاذ العام؟ لا، ترحل على الاستاذ العام في نهايه كل شهر، هو ده بقى لازمه برضو الاستاذ المساعد، بدل ما كان كل قيد يحصل اروح ارحله على الاستاذ العام، لا لا لا، انت بتجمعهم هنا اهو في الاستاذ المساعد وبيروح في التوتالز بتاعه ده في نهايه كل شهر بعمليه واحده مره واحده، ودي برضو لما ندخل عملي هتشوف ازاي، بس انا وقفت لغايه هنا ما رحلتش في الاستاذ العام. عارف المفروض انت ترحل فين بعد كده؟ كان المفروض اصلا نرحل فين؟ في استاذ مساعد العملاء والموردين وبعد كده الاستاذ العام صح؟ لا، انت بقى بدي هترحل في استاذ مساعد العملاء والموردين بس، والاستاذ العام ما ترحلوش الا في نهايه كل شهر لسه لما نخلص شهر 2. انا بقى سايب لكم الاستاذ المساعد للعملاء والموردين،
تنقل فيه العملاء والموردين بس، والمحاضرة الجاية أجيب لكم الدفتر بتاعهم. يعني همسك من الحاجات دي الـ AB مثلا اللي هم العملاء، ودولت اللي يترحلوا أول بأول، والـ AR يترحلوا أول بأول بس. بقية الحسابات دي المفروض كل دول تاني، حتى بالعملاء والموردين يترحلوا لي في الأستاذ العام. ما تقعدش بقى تعمل لي كده، أمال إيه لازمة الأستاذ المساعد؟ أنا نقلتهم في الأستاذ المساعد، وفي نهاية كل شهر باخد التوتال بتاعهم وأروح أنقله مرة واحدة على طول، بعمليات الشهر كلها تتنقل مرة واحدة في الأستاذ العام. الكلام كده واضح؟ يا شباب الكلام واضح؟ تمام. طيب احنا كده خلصنا النهارده. بإذن الله المساعد طبعا، ده دفتر أستاذ مساعد. بعد كده لسه في مساعد عملاء وموردين، خاص بالعملاء والموردين بس طبعا بترحل له الاول. بعد كده العام اخر حاجه، عشان العام ده فيه كل الحسابات. طيب باذن الله المره الجايه هناخد العمليات الماليه، يعني هنقف لغايه هنا كده في التطبيقات العمليه، وهنوقف محاضره، وهنقوم واخدين بقيه العمليات الماليه كلها، مبيعات ومشتريات بنظام أمثلة وأسئلة على طول، مبيعات ومشتريات ومردودات وخصومات، والعمليات المالية الخاصة بالأوراق التجارية والشيكات وكل ده، على أساس إن بعد كده هنقوم واخدين يوم واحد فقط شامل معظم العمليات، ونبتدي على طول بعدها بالجرد والقوائم المالية، وننتقل بقى بعد كده على المستوى الثاني اللي هو الشركات. مش فاهم ده يعتبر مساعد لإيه؟ كده كده الأستاذ العام ده لازم يبقى موجود صفحة لكل حساب، ده شيء طبيعي. ده بيساعدني في إن أنا بدل ما أقعد أكتب كل قيد وأروح أنقله على طول واحدة واحدة أول بأول وأقعد أتعب، لأ بتاخد الإجمالي الشهري. بيساعدني الأستاذ المساعد ده زي وسيط كده، جمع فيه طول الشهر حسابات الأستاذ، واجي في نهاية الشهر اخد التوتال بتاعه مرة واحدة يروح يتنقل في الاستاذ العام. ده فايدة ده. طب ايه الفرق بين استاذ مساعد العملاء والموردين والاستاذ العام؟ الاستاذ العام بيبقى فيه صفحة كاملة كده اسمها مدينون. المدينون دول احمد ومحمد وعلي وزيد وعبيد، وصفحة واحدة بس فيها دائنون، احمد ومحمد والسلام والدولية، كله متجمع على كل. اما استاذ مساعد العملاء والموردين بفتح كل صفحة واحدة لكل عميل، يعني الهدى لوحده، محمد لوحده، عبده لوحده كده، وصفحة واحدة لكل مورد. دي الفروقات بين الدفاتر. بس طبعا لازم العام ما سيبش حساب من الحسابات اللي في اليوم يتفتح لها صفحة. وعلى فكرة دفتر الأستاذ العام بيبقى كله بالتفصيل ما عدا العملاء والمؤسس. العملاء والموردين بيبقوا باسم العملاء مرة واحدة كلهم على بعض، والموردين مرة واحدة كلهم على بعض. وبعد الأستاذ مساعد اللي قبله بقى الأستاذ مساعد العملاء والموردين، بيبقى خاص بس بالعملاء والموردين، صفحة لكل عميل. أو ورا صورة ولا حاجة، هما بيتعانوا عادي، المستندات بتاعتي بتعينيها في سجل المستندات الأصلية، هي بتتعان كلها، بتتدبس في السنة قيد اليومية وبتتعان بقى معاك خلاص في المستندات الأصلية. دي النسخة بتاعتي أصلا أنا كمحاسب، يعني بيبقى فيه كذا نسخة، نسختي انا اللي واصله قدام انا كمحاسب، انا بعينها في المستندات الاصليه بس، قبل ما اعينها تسجليها في الدفاتر بتاعتي.
مستندات والتطبيقات دي موجودة على الجروب، على اللينك بتاع الكورس على الموقع بتاعي موجودة، حملها ولو عايز تطبعها وتقراها مفيش مشكلة. هنزل لكم كمان المحاضرة الجاية كده مستندات فاضية، يعني مستندات زي دي، دفاتر زي دي كده، ورق زي ده فاضي مش مكتوب فيه حاجة، عشان لو انت عايز تطبق بإيديك يبقى كويس جدا، لأن طبعا انا بعرض لك التطبيق ماشي ازاي، بس طبعا اللي انت لو عملتها بإيديك ده يبقى افضل بكتير كمان. استأذنكم انا بقى، وبالتوفيق ان شاء الله، ونتقابل بإذن الله المحاضرة الجاية. تابعوا بقى الميعاد على الجروب بإذن الله.